ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء. إنها فرحة الناس بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها تهامة التي تشتعل فرحا بهذا اليوم العظيم، يوم ينتظره المسلمون من كل عام ليحتفلوا به ويعبروا به عن فرحتهم صغارا وكبارا. هنا في تهامة تتجسد هذه المناسبة الفرائحية في المنازل والحارات والمساجد والمبارز التي تجمعهم والمعروفة بالدواوين. في هذه الأيام وفي هذه الليلة بالضبط تضج الحديدة ضج، بل المجالس بذكر الله والصلاة على سيدنا رسول الله، وهذا يعني شيء جميل جدا في هذه المحافظة، حيث أنه يعني تجد في كل بيت، في كل منزلة، في كل حارة، في كل مكان، يعني تحصل الناس مجتمعين يصلوا على النبي ويذكرون الله. في هذا اليوم الفضيل المبارك عندنا في تهامة، وربما كان في زايد بالخاصية، يصومون هذا اليوم شكرا لله على أن بعث فيه محمد ابن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأجل التسليم. فهذا يوم فضيل جميل جدا، لأن الله سبحانه وتعالى نور به الوجود وكان لنا نورا بفضل الله وكرم الله. هذه الليلة فضيلة ومباركة بفضل الله عز وجل، هي أعظم مناسبة على وجه الأرض، مولد سيدي رسول الله نور الهدى عليه الصلاة والسلام، وهذه نحتفل بها أبا عن جد ونتوارثها ونعلمها أولادنا، ومحبة الرسول، محبة الصالح، محبة الخير، ومحبة الأمة الإسلامية بإذن الله تعالى. في الصباح الباكر يقومون بتجهيز كل مستلزماتهم من أجل السهرة الليلية، وهي بداية الاحتفال، وقبلها يبدأون مبكرا في بيع اللحم. في كل منزل تهامي يبدأون بإعداد العشاء المميز في تلك الليلة، يتوجهون بعدها إلى أماكن التجمعات، تقام الأدعية وذكر الرسول والأناشيد والتوشيحات الدينية. تهامة كلها تصدع وقتها بذكر الله والصلاة على الرسول. تتزين المنازل والشوارع والمراكب والسيارات، فالجميع هنا يعبرون عن فرحتهم، يتجولون في شوارع المدينة بأطفال يلبسون الجديد ونساء تتزين بالفل والروائح الجميلة في هذا اليوم المبارك والليلة الطيبة. في الحارات تقام فعاليات مخصصة تقدم فيها لوحات فنية بهذه المناسبة. في هذه الأيام ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم، الذي نوره أناء البشرية وأخرجها من الظلمات إلى النور، وبهذه المناسبة التي يعيشها شعبنا اليمني عامة وأمتنا الإسلامية خاصة، الذي بهذا النور الذي أشرق الوجود وملأ أكوان، ملأ الكون نورا وبهجة وسرور، يحتفل الأطفال ويحتفل الكبار والصغار. مرة نذبح بمناسبة المولد النبوي الكريم، نذبح في السنة مرة، في نتأشى ونجهز لحم ده ونتأشى ونغزن وسمرة ودعاء ومولد وجلسة، أحلى جلسة مأسادة. سوي أشياء تأشى الناس ويصمروا جيب موالد ويقعدوا في كل بيت، عليهم والبكارة والمبارز والله فشي ولود حين أقول لك مولدوا ويتأشوا ومقارن فشي وطريقين والدنيا ما شاء الله فشي. مدينة قطيع في مديرية المراوعة لها حضورها الكبير، تجمعات في المساجد والحارات والأماكن المختلفة. ارتبط التهاميون بالرسول والرسالة، واحتفاؤهم بهذه المناسبة من كل عام يتكرر، وما هو إلا تعبير عن الاستمرار في الاحتفاء بهذه المناسبة العظيمة.